البون بريكنج هي عبارة عن ليونت الاكتاف تبعي الجسم، والبوبينج هي عبارة عن ليونت الجسم كامل. البوبينج هو فن أجنبي وجد بالسبعينات في أمريكا، والبون بريكنج نفسه كذلك. اكتشفت من وانا صغير انه عندي ليونة بالاكتاف. من خلال الليونة اللي بجسمي اللي بكتافي وبجسمي بتساعدني انه ابني افكار عن طريق موسيقى ممكن تكون وطنية كلاسيكية هيب هوب، انه اوصل فيها فكرة، ممكن تكون فكرة ترفيهية، فكرة فلسطينية عن قضية معينة، عن موضوع معين مجتمعي، عن كذا افكار بتخطر في بالي بنفذها. انه طموحي انه ادرب ناس كثير بالبلد، انه اوصل اكبر المجال هذا في غزه وفلسطين وبالوطن العربي، لانه نادر جدا جدا اللي بمارسوا هذه الاشياء. انا اكتشفتها بالصدفه عن طريق اليوتيوب. حابب اوصل هذه الموهبه والرياضه للناس كثير محتاجاها، وطبعا حابب اوصل رساله عن طريق موهبتي للعالم، من بعروض بافكار من عندي اوصل فيها عن معاناتنا قضايانا، اوصل فيها المعاناه، انه مش شرط الواحد يوصل رسالته بسلاحه وهيك، ممكن يوصل برسالته وافكاره وعروضه، وان شاء الله بوصل، ان شاء الله بوصل فكرتي. أنا شاركت في الموسم اللي فات من برنامج Arabs Got Talent، لكن واجهتني صعوبة بالمعبر وما قدرتش أسافر ومنعت من المشاركة في البرنامج، وإن شاء الله على المستوى القريب راح أشارك في مسابقات عربية وأكبر من هيك إن شاء الله.